حنحكي عن الإعلام كمان، لأنه في بجوز بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي حكوا والله حكى بنعمل بصمت ولكنه انضغط من الجمهور، فهي فعليا هي الرد على هذا الموضوع. والإعلام شو رأيك فيه؟ يعني الإعلاميين نفسهم اللي طلعوا يحكوا إنه هاي الصفقة تراها بهذا الاتجاه هذا النادي ويقسم يمين وكذا، إيش علاقته بهذا الموضوع؟ يعني هو مش إمام مسجد يجي يقسم يمين على صفقة، يعني إعلاميين هذول إكسبيرد، أنا بحكي هذول لازم خلاص يرتاحوا ويعطوا فرصة لجيل الشباب يشتغلوا بطريقة كثير أفضل وأحسن. ما إنك يعني تحاول تعمل، أنا بعتبرهاش هي يعني انتقادات إعلامية أو مجرد نوع من الانتقاد أو مجرد إنك توقف مع نادي مقابل نادي آخر. أنا صرت أشوف هذول إعلاميين عبارة عن أشخاص عم بتنفعوا عم بيسترزقوا من وراء الإعلام الرياضي، إما بسفرة إما بتعاقد معين وكوميشن، هذا بطل إعلام. أنا يعني بوجه يعني كلامي ناقد ولاذع لإعلامي عم بيهاجم نادي الوحدات له فترة طويلة جدا. إحنا التزمنا الصمت مش بس في التعاقدات، في الرد على هاي المواقع المسيئة لنادي الوحدات التزمنا الصمت، وخلينا الرد كان في الملعب وبالواقع. اليوم إحنا لما نتعاقد مع لاعب هو أقسم إنه راح لنادي ثاني، فعلى الأقل يعني يتنحى أو يجلس يحترم نفسه ويحترم نادي الوحدات. نادي الوحدات كبير، نادي آخر بمستوى كبير بنفس نادي الوحدات وجه له إنذار إنه ما يتكلم عنه، فهل هل 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 بيشتغل بهذه الطريقة هذا الإعلامي؟ عيب يعني بصراحة، المفروض يحترم سنه ويحترم نادي الوحدات اللي أصلاً له فضل عليه كبير إعلامياً. لكن في كمان إعلاميين ممتازين ومحترمين وللأمانة مثلاً بتواصلوا معنا وبيحترموا إنه الخصوصية، يأخذوا من المصدر، يأخذوا من المصدر وبيطلب منك إنه هل ننشر أو ما ننشر، ولما ينشر قبل ما ينشر بعت لك المادة الإعلامية. هذا الإعلامي أنا بحترمه وبقدره وهم كثيرين في طبعاً البلد طبعاً. لكن هذول الإكسبايرد I think المفروض يرتاحوا ويريحوا أفضل.